هو شيء أسميه في سيرة العشق عشقا. إذا أرسل الناي أنته قلت يا أيها الناي رفقا، وإن أينع العشب فوق التلال أو صفى ماء نبع الكلام الذي لا يقال، انتصبت وقلت لقلب اتجه أيها القلب شرقا. هناك على شرفة النيل طيف أليف غزال يصفف أحلامه في برار الفراغ ويشقى، أغني له ما استطعت وأرفع كفي للغيم كي يخطل العطر من شفتيه فأرقى، ألامس فرقده المشتهى وأمضي أجوب بلادا هي المنتهى، ولكنني كلما خلت أني على بعد رمحين من خصره ذبت شوقا. هو شيء أسميه عشقا.